يلتقي الأهلي الآن مع الوداد الرياضي المغربي على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الوداد بهدف مقابل لا شيء. وللمزيد تنضم إلينا من نادي النصر بمصر الجديدة مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، يعني بعد التحية، ماذا لديك من الأجواء حول هذه المباراة؟ نعم، يعني تابعنا منذ قليل شوط المباراة الأول، وهذه المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي، وكما ذكرت انتهت بتقدم نادي الوداد بهدف نظيف خلال شوط المباراة الأول. حالة من الترقب سادت هنا الأجواء في نادي النصر وسط تشجيعات للنادي الأهلي، ويعني هناك أمل مازال متواجد بالطبع، خاصة أنه مازال أمامنا شوط مباراة ثاني، يستطيع الأهلي أن يعود مرة أخرى ويحسم نتيجة هذا اللقاء. والذي بدأ اللقاء بتشكيل، يعني هناك فيه بعض التغييرات القليلة عن المباريات السابقة التي خاضها الفريق، فكانت بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وخط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، خط الوسط إليو ديانج وحمدي فتحي حسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، بينما قاد بيرسي تاو هجوم النادي الأهلي. كانت المباراة هجومية من قبل نادي الوداد، والذي بدأ ببداية هجومية مع شوط المباراة الأول، ولكن أيضا تابعنا عدد من الفرص المؤكدة، يعني ربما كانت فرصتين للنادي الأهلي كان يستطيع أن يحرز منها أهداف، ولكن لم يأتي الحظ في جانب يعني النادي الأهلي خلال شوط المباراة الأول، ولكن بالطبع ما زال الأمل موجود، يستطيع النادي الأهلي أن يحقق البطولة 11 له في تاريخ والبطولة 3 على التوالي من دوري أبطال إفريقيا، وخاصة أنه تاريخ المواجهات بين الفريقين في هذه البطولة كانت في صالح النادي الأهلي طوال 11 مرة التقى فيها الفريقان، كان الفوز من نصيب النادي الأهلي في 4 لقاءات، بينما كان الفوز لنادي الوداد في لقاءين فقط، والتعادل أيضا في 4 لقاءات. بالطبع نتمنى يعني لنادي الأهلي الفوز بهذه المباراة الهامة له، رغم الصعوبات اللي واجهها النادي من اختيار ملعب المباراة في المغرب، وأيضا يعني ما يتعلق بدخول جماهير النادي الأهلي وعدد المقاعد المخصصة للنادي الأهلي، ولكن يعني كل هذه الأمور لن تستطيع أن تفصل النادي الأهلي عن اللعب بحماس خلال شوط المباراة الثاني وتحقيق الفوز، وهو بالطبع كل يعني ما يتمنى، أو هذا كل ما يتمناه هنا من يتواجدوا في نادي النصر وأكيد في كل أنحاء مصر وعدد أيضا من الدول العربية اللي بتشجع النادي الأهلي. وأعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. لك الزميلة جرمين إبراهيم من نادي النصر بمصر الجديدة، ونتوقع إن شاء الله النصر يكون حليفنا. كما تنضم إلينا من مركز شباب التجمع الأول مراسلة التلفزيون المصري لمياء حمدين. لمياء، بعد التحية، صفي لي الأجواء لديك. مساء الخير عليك دينا وعلى سادة مشاهدي القناة الأولى المصرية في كل مكان. بالفعل تابعنا خلال الشوط الأول الهدف النظيف الذي أحرزه نادي الوداد في مرمى الأهلي، رغم يعني استحواذ النادي الأهلي بشكل كبير خلال الشوط الأول، هذا لم يعني يبعث الإحباط لدى جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي على وجه الخصوص، ولكن هناك دائما أمل كبير، خاصة أن الأهلي يعني يأمل بالتتويج مرة ثالثة على التوالي في هذه البطولة، وللمرة 11 يتمنى أن يستحوذ على هذا اللقب الذي يتنافس دائما عليه هو ونادي الوداد القوي بشكل كبير وله فعالية كبيرة في هذا الدوري. نتابع بحرص شديد وبأمل كبير على يعني هذه المباراة وهذا الدوري ليتوج النادي الأهلي بهذه البطولة. إليك دينا. هي لمياء حمدين من مركز شباب التجمع الأول، وكل التوفيق طبعا للنادي الأهلي. أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم إيهاب جلال القائمة النهائية لمعسكر المنتخب المقرر إقامته اليوم حتى 14 من يونيو المقبل في إطار الاستعداد لمباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023. وفضل الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المقرر
قرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن يتم الإعلان عن الأسماء المختارة عقب المباراة. ختام أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى ياسر ورقدة. شكرا لك دينا.